تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة التجارة الشرعي للمخدرات بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب زوار من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية من نوع ريفوترين. التحريات التي باشرتها الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا مكنت من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 41 سنة إلى جانب ضبط 560 قرص من المؤثرات العقلية من نوع ريفوترين 2 ميليغرام، مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر ب 14 مليون سنتيم من عائدات ترويج، 3 هواتف نقالة مركبة سياحية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في ملفهم عن قضية الحيازة، النقل، السمسار، الترويج والمتاجرة في المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.